وَوُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ. وما توجيهكم لمن يقول علينا أن نهتم بكتب السلف شرحا وتدريسا وندع كتب المتأخرين لأن كتب المتقدمين هي الأصل؟ ليست العبرة بالكتب، وليست العبرة بالتقدم والتأخر، وإنما العبرة بما في هذه الكتب من الخير. فإذا وجدنا كتابا من كتب المتأخرين، بل أقول لو وجدنا كتابا من كتب المعاصرين فيه تقعيد وخير بين، فإنه لا حرج من أن نقرأ فيه وندرسه ونبينه. فالعبرة أن نكون من متعلم الخير ومن معلمي الخير. وأنا أقول لا أدري لما نجعل التضاد بين كتب أهل الخير. نحن نقول احذر البدعة وأهلها، واحذر الكتب التي لا تقوم على الكتاب والسنة، واقرأ في كتب السنة والخير. ولمن علموا من أهل السنة والخير من المتقدمين والمتأخرين. لا شك أن كتب السلف فيها علم كثير وخير كثير، لكن هذا لا يعني أن كتب أهل السنة من المتأخرين تهمل ولا يعتنى بها. بل أقول إن بعض أهل السنة قد قرروا كلام السلف بعبارات من أمتن العبارات وأنفعها. وقد قلت مرارا إذا كنا نقول إن الكتاب والسنة يجب أن تفهم بفهم السلف، فإني أقول إن كلام السلف يجب أن يفهم بكلام أهل العلم الذين اعتنوا بنقل كلام السلف، وألا نقطع سلسلة النور التي بيننا وبين السلف الصالح رضوان الله عليهم. نقل لنا كلام السلف علماء أفذاذ بسلسلة من نور وبينوه ووضحوه، فإذا أردنا أن نفهم كلام السلف فلنفهمه بكلام العلماء الذين قرروه ونقلوه، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني رحمهم الله جميعا، وكذلك مشايخ السنة الذين لا زالوا أحياء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علماء السنة المعروفين. نحرص على أن نفهم كلام السلف بكلام العلماء الذين قرروا كلام السلف واعتنوا به ونقلوه إلينا. ولا شك أن الذي ذكره الأخ مهم، مهم جدا أن نعرف كيف نطلب العلم وكيف نرتب مراحل طلب العلم، ولعل الله أن ييسر في ذلك درسا. نعم، أثابك الله وبارك.